مع تعدد المشاريع والأعمال الخيرية التي اعتاد سعادة عيسى صالح القرقع على القيام بها بتمويل كامل من حسابه الشخصي، وحرصاً منه على استمرار هذا العطاء، ظهرت فكرة إنشاء مؤسسة عيسى صالح القرقع الخيرية عام 2011. وطبقاً لرغبة المؤسس، فقد تم النص في النظام الأساسي على التمويل الذاتي وعدم قبول أي تبرعات. وقد دأب سعادة عيسى صالح القرقع على بناء عدد كبير من المساجد، فمنها ما بني قبل إنشاء مؤسسة القرقع الخيرية، ومنها ما تم بناؤه بعد إنشاء المؤسسة، ليصبح عدد ما تم بناؤه داخل إمارة دبي 5 مساجد. مسجد أبو عبيدة بن الجراح، بني مسجد أبو عبيدة بن الجراح في شهر نوفمبر عام 1980 بمنطقة الجافلية بإمارة دبي، ليتسع المسجد 1200 شخص من المصلين. مسجد الخلفاء الراشدين، بني مسجد الخلفاء الراشدين في نوفمبر عام 2006 بمنطقة الورقاء بإمارة دبي، ليتسع المسجد 1200 شخص من المصلين. ويحتوي المسجد أيضاً على مكتبة صغيرة تضم بعض الكتب الدينية والإسلامية للاستفادة والاطلاع عليها عند الحاجة. مسجد عمر بن عبد العزيز، قامت مؤسسة عيسى صالح القرقع الخيرية ببناء مسجد عمر بن عبد العزيز في شهر يوليو عام 2012 بمنطقة لمحيصنا بإمارة دبي، ليتسع المسجد 500 مصلٍ. مسجد عيسى صالح القرقع، بني مسجد عيسى صالح القرقع بمنطقة الكرامة بدبي عام 2012،
يتسع المسجد لألف ومائتين من المصلين. مسجد فاطمة عبد الله محمد رشيد أحدث مساجد مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، بني عام 2016. ليتسع لألف ومائتي مصلٍ، ويضم مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. كما قامت أيضاً مؤسسة القرق الخيرية وبالتعاون مع جمعية دبي الخيرية بالتكفل ببناء 16 مسجداً خارج الدولة بدول كالفلبين وإندونيسيا والهند وطاجكستان وكمبوديا وموريتانيا.